سلام يا أبوشة قلبي، صباح الخير، صباح الحب، صباح الأيام السعيدة، صباح الأيام الجميلة، صباح الورد والغيم والمطر والقهوة والأشياء الحلوة اللي تشبه عيونك يا أمر قلبي. اليوم راح نتكلم عن واحد من المواضيع الجميلة. أعتقد أنه الموضوع راح يكون مختصر، راح يكون مختصر لأنه في اعتقادي أنه الموضوع هذا نقدر أنه إحنا خلاص كده نشق صفحة ونخلص منه. ممكن أكون غلطانة، بعض الأمور ممكن تكون كبيرة ومتشعبة، وممكن يكون كل الناس اللي من حولنا ضخموها وسووا منها مواضيع كبيرة، بس تطلع في الأخير في عقدة واحدة لو حليناها خلاص بعدها راح تنحل كل العقد. يعني شوف، لما تجيبين مثلا كومة ملابس أو حتى أحيانا الشواحن، أيا كان، أحيانا تشيلين واحد بس ويكفي إنه يحل لغز كل الباقي. أحيانا اللي يحل المشكلة إنه إحنا نحل طرف واحد، ما يحتاج إنه إحنا نحل السلسلة كلها حق المشكلة هذه. أحيانا المشكلة هذه ممكن تكون متشعبة مثلا من 20 مكان، اللي يحتاج لش بس إنه أنتي تحلين مكان واحد، إنه أنتي تأخذين خيط واحد هو يحل كل القضية الباقية. طيب يا أبوشة قلبي، فإذا جينا وتكلمنا عن نحل عقد الطفولة أو كيف نكسر العقد هذه، كيف نحلها، أبغى أقول لش أول شيء إنه في أخطاء تربوية كلنا مرينا فيها. الأخطاء هذه ممكن هي اللي سببت دمار للشخصية، سواء على المدى البعيد أو على المدى القصير. أبغى أنبه أول شيء إنه ما في عندنا زر كذا لو ضغطناه راح نحب شخص أو راح نكره شخص أو راح نحل عقدة أو شربكة أو راح نتجاوز الأسلاك الشائكة اللي داخل روسنا. زر ما في زر، لكن أنا ممكن أتكلم عن شيء واحد يخليني بدل ما أخلي النار هذه تطفى على المدى البعيد تقعد سنوات وبعدين تنطفي، الشيء هذا ممكن يخليها بردا وسلام. المشكلة إنه إحنا لما تأذينا من أقرب أشخاص في حياتنا، أو خليني أقول من أحب ناس، هم الناس اللي سببوا التعاسة اللي احنا نحس فيها اليوم. كيف نكسر عقد الطفولة؟ لأنها تخزنت في ذاكرتنا وكبرت معانا وكل يوم يتعاظم تأثيرها، وخصوصا لو انتي طلعتي من الطفولة ومثلا انتقلتي إلى زوج سيء، تتعرضين للضرب، للإهانة، للإساءة. يعني لو قلنا انه في اخطاء تربوية، ها، الواحد ممكن انه يتعامل معها ببساطة او ممكن انه يتجاوزها. يعني اللي اقصده هنا انه بعض الاخطاء ممكن الانسان يتجاوزها وما يحتاج مثلا انه يروح لطبيب نفسي، ما يحتاج انه ياخذ كورس. يعني ممكن يكون الشخص اساسا متسامح مع المرحلة هذه، متسامح مع الاخطاء هذه او متفهم لها بمعنى اصح. في اخطاء تربوية الانسان ممكن انه يتعامل معها ويتجاوزها وينساها مع الزمن، لكن الشيء الاكيد انه التصرفات القاسية سواء كانت متعمدة من الاهل او اللي صارت بدون قصد او حتى بدافع المحبة راح تظل معاش لحد ما تكبرين، وراح تترجم مع الوقت تطلع لش في صور ومشاعر. الانسان اللي يتعرض للقسوة وهو صغير، يا اما انه راح تنتج عن القسوة هذه شخصية مهزوزة ما هي قادرة على اتخاذ اي قرار، او شخصية مرتبكة وخجولة وما تعبر عن اللي داخلها مهما كان، او راح تنتج عنها شخصية مدفعة، يعني شخصية غاضبة. راح تلقين نفسك انه انتي كذا بركان نار، ما تتحملين اي شيء، احد يجي يناقشك كذا بلطف في اشياء بسيطة وراح تلاقين نفسك تعصبتي، راح تلاقين نفسك ثرتي. ممكن احيانا انتي تسألين تقولين ليش الموقف هذا نرفزني، مع انه كان كلام عادي ما يحتاج انه انا اتنرفز عليه. وتظل التصرفات هذه تطلع باستمرار، كل ما تعرضنا لاي موقف طلعت التصرفات هذه او طلع الوحش اللي في داخلنا. بس كمان ابغى انبه عليش انه الثلاث شخصيات اللي قلتش عليها قبل شوي انه ممكن يولدها الضغط او القسوة في الطفولة، الا انه في شخصية ما ابغاش تغفلين عنها ابدا. تدين ايش هي؟ بقولش انه الاطفال المدللين 90% منهم كبروا حياة عادية، كبروا وهم يترجحون يعني مثل الميزان، طالعين نازلين مع الحياة، ما في شيء تغير في حياتهم، مروا مرور الكرام. لكن أبغى أقولش إنه المؤثرين والأشخاص اللي شقوا شق حقيقي في الحياة وصنعوا مجد ورفعوا الأعلام والرايات، إنهم الناس اللي طفولتهم كانت طفولة قاسية، واللي انحرموا من أشياء كثيرة، واللي حياتهم ما كانت مكتملة. طيب رح ندخل على طول ونقول إيش الشيء اللي ممكن يحل كل العقد هذه اللي خلت المخ عبارة عن أسلاك شائكة وأذتنا وتعبتنا. ترى في طرق كثير، وفي كتب وفي دورات وفي كورسات، وكلها تجيب نتيجة، بس أنا أبغى أتكلم معاش اليوم في الطريق السهل حرفيا والله العظيم. يعني مثلا أنا تقريبا في 2018 أخذت دورة الوعي الطفولي وسمعت فيديوهات كثير وقريت عن جرح الطفولة. كل الدورات هذه كلها تنصب في شيء واحد، زي لما تكوني في وادي وفيه مطر والمطر ينزل من كل الجبال بس في الأخير ينصب في مجرى واحد. يعني مهما سويتي تمارين راح ترجعين في الأخير إلى النقطة هذه اللي أنا اليوم راح أختصرها لش. لما أخذت مع سمية ناصر الوعي الطفولي يمكن حول 8 أو 10 فيديوهات، في ورقة أنا طبعتها، في تمارين لمدة 6 أيام، لقيت إن هي منصبة في شيء واحد، وهو الشيء اللي أنا أبغى أقوله لش اليوم. فأحب أقولش إنه عن تجربة شخصية، والله العظيم أي إنسان يبغى يتخلص من آلام الماضي ومن ذكريات
الطفولة القاسية الطريقة الوحيدة انه انت تعافين، انه انت تسامحين الشخص هذا. اي والله العظيم يا قلبي انت، تعالي احضنش، تعالي اسمعيني، والله العظيم اني مقدرة الشعور اللي انت تحسينه، واني الان حاسة اني انا رح اصيح، مع انه ترى انا ما تعرضت لقسوة من امي او من ابوي وانا صغيرة. حبيتني اوضح لك الشيء هذا، بس والله العظيم اني حاسة فيه، وحاسة انه الان خنقت في العبرة لما قلت لك سامحي. انا عارف ان السماح ترى مو بسيط، ما هو بسهل، وصعب صعب صعب، وخصوصا لما تسيطر الذكريات علينا. لكن يا بعد عمري ويا بعد راسي ويا حبيبة قلبي يا بعد عيوني انتي، والله العظيم انه الطريقة الوحيدة، والله اني قاعدة، الطريقة الوحيدة عشان نتعافى هو انه احنا نسامح الشخص اللي سبب لنا الألم هذا. ممكن انتي تروحي مثلا لمختص نفسي، والإنسان هذا ممكن يتكلم معاش، وبعد فترة ممكن تحسين انه الموضوع هذا والصفحة هذه انطوت، لكن صدقيني راح تظلين تتذكرين في ذكريات مؤلمة مرت بش، وما في شيء راح يمسحها كذا على قولة اخوانا المصريين بأستيكة من مخش، الا انه انتي تسامحين وتغفرين. ترى انتي لو ما سامحتي ما راح تنسين، والإنسان اللي ما يقدر ينسى ما يقدر انه يعيش حياته بشكل طبيعي. يعني على سبيل المثال ممكن اقولش انه علاقاتك الاجتماعية ممكن تصير ضعيفة، او حتى ممكن اقول انها راح تكون منعدمة في بعض الاحيان، لان القسوة اللي تعرضنا لها في الطفولة تخلي قراراتنا تصير كأنها ضبابية ومشوشة، لدرجة ان احنا نلاقي اشياء كثير في حياتنا ما احنا فاهمينها. نشوف موقف نحاول ان احنا نفسره ما نقدر نفسره، نشوف مثلا حلم ما اقدر اني افهم من الحلم هذا ولا شيء، ويستمر الموضوع هذا لحد ما نصير اباء وامهات، واحيانا ممكن نوصل انه احنا نصير جدات، ومع هذا ما زلنا نعاني من هذيك الشبكه، هذيك الاسلاك اللي متشابكه اللي ما قدرنا نفكها من يوم ما كنا في سن يمكن الطفوله او المراهقه الى هذا اليوم. ممكن انا اتعدى الأربعين والخمسين والستين، بس هذيك العقده وهذاك الالم وكانه صار امس. الحين انت ممكن تقولي لي انا كيف اسامح؟ انا صدق صدق ما ادري وين ابدا. لو فكرت اني اسامح امي او ابوي او خالتي او عمي او الانسان اللي انا تعرضت للقسوه منه، ابغى اقول لك اول شيء في موضوع السماح انه احنا نعطيهم اعذار منطقيه عشان نخفف من الالم اللي في داخلنا علشان انفسنا والالم اللي احنا نحسه. وبعد شوي ممكن اقول لك واحده من الحيل اللي اخذتها مع الدكتوره سميه الناصر، او من التمرينات اللي اخذتها معاها واللي صراحه اقتنعت فيها، اقتنعت بالتمرين هذا بالذات غير عن اي تمرين ثاني، وراح ارجع واقول شو الطريقه هذه. لكن قبله، لو كانت الاساءه هذه جات من ام واب فاحنا لازم واجباري وما في خيارات قدامنا الا انه احنا نعامله بافضل ما لدينا. تدري ليش؟ مهما كان اللي مر عليك، الا انه انت في الاخير انسانه كويسه تبغين تغيرين من الشخصيه اللي انت عليها اليوم. فاعتقد اليوم انك تملكين الشجاعه انه انت تسامحين مهما كان اللي صار منهم، الا انهم كانوا سبب انه انت اليوم تكوني موجوده بالحياه. يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فاحسبيها انت كذا، قضى يعني امر ما فيه فصال وما فيه نقاش. قال لك: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، حتى ما قال ثم. يعني تخيلي انه احسانش لامك وابوش هي بمثابه العباده، يعني الله حطها في منزله وفي درجه العباده. وشوفي بقول الشيء، ترى والله العظيم سالفه انه انت تسامحين ترى ما هي بسيطه، عشان كذا الموضوع هذا يحتاج شجاعه. يعني تخيلي انه انت عندك بيت وفي احد هده على راسك، والحين انا جيت اطلب منك انه انت ترجعين تعيدين بناء البيت هذا. ترى زيها بالضبط، ما هي بسهله انه انت ترجعين ناس لاماكنهم، ناس فقدوا الاماكن هذه والكراسي هذه من سنين من زمان، لدرجه انه موضوع السماح هذا ممكن يحتاج انه انت تجلسين مع نفسك وتاخذين وتعطين معها. عشان كذا ما في وحده راح تقدر تقدم على الخطوه هذه الا وحده عندها ادراك. فالاشياء اللي راح تساعدش انه انت تقدرين تسامحين، اول شيء انك تقبلين فكره انهم بشر. الشيء الثاني انه انت تتقبلين ضعف الوعي النفسي اللي هم عاشوا عليه في الزمان هذاك، وانه احنا نعرف ان كل اللي سووه اهلنا في هذاك الوقت من قسوه او ضرب او حتى عدم اهتمام، او حتى احيانا انه الام او الاب هذولي اهملونا، او انه احنا تعرضنا لمواقف بسبب الاهمال هذا، ترى والله العظيم كل هذا سووه بدافع الحب. احيانا القسوة أو التشديد علينا تراها صارت بدافع الخوف علينا، وأخطائهم هذه تراها أخطاء ما هي مقصودة، وما كان القصد منها أنهم يكسروننا أو أنهم يسيئون لنا. والله العظيم لو كان أي أم أو أب يدري أنه كان يدمر الطفل هذا ما سوى اللي سواه، والله العظيم، بس هو كان يعتقد أنه قاعد يسوي شيء صح. يعني والله أنهم يرحمون. ترى إحنا لو عشنا العمر هذا وإحنا كل شوي ننظر لورا عشان نتذكر الماضي ونقول إيه ضربتني، عنفتني، ضربني، عنفني، ما كانت تعاملني كويس، كانت مهملني، ما كانت تحبني، ما كان يحبني، كانوا قاسيين علي، كانوا يخلوني لحالي، ما كانوا يعطوني، ما كانوا يصرفون علي، ترى احنا وكأننا نمشي واحنا ناظر ورا. فطبيعي طبيعي ان احنا كل شوي راح نتعثر، كل شوي راح نتكعبل، كل شوي راح نلاقي انه احنا طبينا في مطب، لانه احنا ما ننظر قدام، احنا طول الوقت ننظر ورا. فلا تستغربين انه حياتك ممكن تكون مكركبه، انت مستمره انك تناظرين للماضي، وترى الماضي لا يمكن انه انت تغيرينه. خذيها مني الان كذا بالهدوء وغسلي يداتك، فاقلبي الصفحه ولا شيلي
الدفتر بكبره وحذفيه، ارميه في الزبالة، اشتغلي اليوم على نفسك عشان تكوني نسخة أفضل. ترى كلنا مرنا بطفولة قاسية، بس وين الكلام؟ الكلام في إنه هل إحنا اليوم تغيرنا ولا إحنا كذا متشعبطين في ستارت الماضي وخايفين إنها تظل الريح تلعبها. في دورة الوعي الطفولي قالت سمية الناصر عن واحد من التمارين اللي قلت لكم قبل شوي إنه كان تمرين مقنع بالنسبة لي، يعني مقنع بشكل كبير. تقول جيبي واحد من مواقف الطفولة اللي دائما تتذكرينها، سواء قسوة، سواء تعنيف، إهمال، أيا كان، خذي الموقف هذا وتكلمي فيه مع نفسك أو تكلمي فيه مع شخص ثاني. مثلا لنفترض انه انا اتعنفت من ابوي، فانا اجي واتكلم مع احد او حتى اتكلم مع نفسي او حتى اتكلم في المرايه واقول لنفسي انه تتذكرين لما كان ابوي يضربني، ها ها، واضحك على الموضوع كانه هذاك السيناريو كان مزح. احيانا انا اشوف عيالي يمزحون مع بعض مزح لو كان صدق، لو نص المزح هذا في وقتهم شوي جديين مع بعض ما ادري ايش بيصير فيهم، فانت تضحكين على الموضوع وكانه كان مزح فتضحكين عليه. ليش هذا اكثر تمرين انا اقتنعت فيه؟ لانه فعلا يخلي العقل يصدق انه هذا كان شيء عادي اللي صار. فكان التمرين هذا 3 ايام، بعد ال3 ايام هذه حسيت ان الموقف صار بايخ، صار كذا ما عاد هذاك الشعور، كاني اقنعت عقلي انه ما اخذ هذاك الموضوع بجديه. فمن هنا انت تقدرين تسامحين وتقدرين تغفرين. ايش الفرق بين التمرين هذا وبين الكلام اللي انا قاعده اقوله لك؟ الفرق بينهم انه هي جابت لك تمرين كبير وعطتك تمارين وعطتك اوراق وحطت لك دوره عشان في الاخير انه انت تحسين بايخ، ما راح تحملين في داخلك على الشخص هذا وراح تحسين ان الموضوع ما يحتاج الحقد. فانا اعطيتك زبده، اعطيتك اياها كذا من الاخر، قلت لك اذا تبغين تعيشين بشكل طبيعي سامحي، فخذي الكلام هذا مني بدل ما تاخذينه من لفه طويله عشان تحلين عقد الطفوله. تروحين تاخذين كورس مثلا 2 أو 3 أسابيع، في الاخير راح يوصلك لنفس اللي تكلمت معاش فيها، اللي هي ان الموضوع يصير عادي عندك. اذا صار عادي انت راح تسامحين، طبيعي راح تسامحين. اعتقد انه هذا كل اللي عندنا اليوم. لو عجبك الموضوع يا امر قلبي ويا بعد شبدي وحشاشه يوفي، حط لنا شي لايك حلو من يدك الحلوه. اخر شيء، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مع السلامه، في امان الله.